يا بنات حبايبي، شلونكم اليوم؟ الدرس طبعا راح يكون تطبيق على القماش، على الدروس اللي اخذناها السابقة اللي تكون قصة بالخصر، بس مو قصة كاملة، فقط كسرات بالجوانب. شوفوا بنات، اول خطوة خطيتها اللي انا اخذت طول القماش. ايش قد طول القماش؟ او نفس طول البنية، لو اطول لازم اخذ اطول من طول البنية تقريبا بخمس اصابع ثلاث اصابع، المهم يعني تاخذين اطول من يمها، مو اصبع لو اصبعتين لان راح يروح بالخياط. زين باع بنات، خططت هنا 20 سنتيم الكتف ونزلت باع مثل ما قاعد تشوفون. رسمت هالرسمة، هاي قصة الخصر اللي انا محتاجتها، ها وهذه القصة اللي راح اقصها. زين هاي محيط الصدر، ومنها عندي راح يطلع الردان، ومنها راح نطلع الكسرات. باعوا بنات، شلون راح تطلعون الكسرات؟ انتبهوا، مو هذا الخصر، هذا الخصر احنا اخذناه هذا الحد. شوفوا ايش قد اطيت، اطيت فتر تقريبا 15 سنتيم، يوم ما ايدي تخلص ها 15 سنتيم انطيتها زياده. هاي الزياده راح ابقيها يعني اطلعها، ها والباقي راح اقصه. انا رايده يعني رايده كسرات قليله، ما رايده هواي، 15 كلش كافي. زين طبعا راح اقص القصة لحد هنا، هاي ما تنقص، هاي ما تنقص. هاي ايش قد تركتها؟ تركتها 10 سنتيم، يعني هاي ال 15 راح تتكسر فقط على هاي، اللي باقي عندي هاي من الخصر. زين فقط على هاي اللي باقي عندي الجوانب مالت الخصر، لكن هنا ولا راح اقص نهائيا. ايش بيه هيك دا يسوي؟ اي زين هسه راح اقصه وارجع وياكم. هاي القطعة ترى متر 2.5، والبنية بالمناسبة ترى طويلة وقياسها اكسين لارج. باعوا بنات، باعوا، سويت قصيت طبعا وعفت زيادة هنا اصبعتين للجوانب. من راح اجي اكسر هاي المساحة اللي راح تنضم جوا، ما اكسرها، لان من راح اكسرها عندي راح يبوط الجوانب، راح تظل هيجي مثل الململمة ما تترتب عندي. فش راح اسوي باعوا؟ لان انا اريد بيه كسرات، فمن هنا راح ابلش اقص. طبعا انا هاي الاصل شو اسمه اخذناها، هاي الاصبعتين راح اعوضها هنا. زين انا مساحة شو ما مضيه طبعا قياسات يعني زياده، هسه بهالشكل هاك هيك. زين هاي طلعت عندنا ردن، طلعت عندنا هاي القصه اللي راح نكسرها. زين شلون راح نكسرها؟ هسه شو راح نسوي؟ راح نقص لحد اللي جاي. زين هاي نفتحها لحد اللي جاي، هذا الباقي انا اللي انطيته هنا ال 15 راح اخذه، والباقي راح اقصه من هنا اسويها كلوش، ما اريده بعد. باعوا حبايبي، شوفوا باع، قصيت هاي القصه، شوفوها اللي جاي وتوقفت لحد هذا الخط. هاي المساحه اللي تركتها 10 سنتيم، رفعت من الجوانب سنتيمين، هاي لازم على مود شنو هذا، من راح يجي هنا يتكسر عندي ما راح تهدل عندي الجوانب. زين اخذت قد 15 سنتيم، والباقي باعه قصيته على شكل كلوش، ومنا عندي طلعت الردان. ها هي هذاك طبعا راح يفيدني بشين، راح يفيدني، راح يفيدني انه راح اسوي حزام بالظهر. تردين حزام لي قدام فانت تبقين مخيره براحتك. بالنسبه للردان طبعا هم راح يطلع من عندها، واحتمال اخليه نبطانه او ابطن بالشريط، بس انا عندي اهم شيء الظهر، العفو طبعا، اهم شيء الظهر يكون ابطان قماش، لان احسها صدق تقعد الخياط. شوفوا بنات هذا هو، خلص الدرس، تنتظروني نكمل الباقي ان شاء الله بالفيديو الثاني. بنات حبايبي، هذا الموديل اللي قلنا عليه، طبعا شوف احنا رفعنا الجانب مثل ما من ساعة وضحت لكم بالفيديو، رفعنا الجانب. هسه ايش عندنا؟ هاي المساحة اللي احنا تاركينها 10 سنتيم. زين بنات اللي راح تسأل، انا كلهم ذكرتهم بداية الفيديو ان شاء الله ما نسيت شي. حفرت زغرت الكتف همينة، كان شوية بيكبر زغرته، طبقته اول بداية طبعا قبل كل شي كويت، باعوا عشان مقوي هيك صاير قلم. هذا الظهر وهذا الامام، هاي حفرة الامام، هي هاي نزلت بيها 18، هاي شكد بالله، خلينا نشوف شكد القياس،
هاي النزلة 14 تمام، عدلة 14 ونوب صعدت بها من نام من جوا. والله خلنا ننزل نشوف ايش قد. هاي 19 باعوا بنات، لا 19 اي لا 20 والله. يلا عندنا هنا انا اصبع راح يروح، ها راح تصعد عندنا الحفره باعوا. بالنسبه للظهر، الظهر طبعا هي مرضع البنيه، ففتحت لها هيك فتحه وحضرت لها هاي البطانه، البطانه على عرض الظهر. طبعا القماش خفيف حيل خفيف، فانا عندي دانتيل، فالدانتيل اللي راح استخدمه شويه، يعني هاي الدانتيلات شويه يصير بها خشونه، هذا شويه اعراض ذاك زين. بالنسبه للبطانه مات الامام هذه اللي راح استخدمها باعوها هذه. ليش اخذتها هيك عريضه ومنا كبرتها على مود من يقعد الدانتيل، ما يصير يعني من الدانتيل قبل على القماش، حتى شنو حتى ما يظل خاف يتشكك بيها او هيك شيء، ها فحسبت حساب زين. قبل كل شيء ايش راح اسوي هسه اني، راح اطبق، خل بس اشيل هاي الصفحه، راح افتح القماش بهالشكل بس اتاكد، لان انا شنو عندي بحاشيه من فوق سادة هيجي، راح اقلبه بهالشكل هذا، اقلبه بهالشكل هذا. هنا راح اكسر هذا القماش زين، هيج اكسره من هالصفحه. باعوا بنات، عدلته من هالصفحه هاي. هذا راح يتكسر على هاي الصفحه. طبعا هنا انا راح اترك اصبعتين بدون كسرات، اصبعتين او ثلاث اصابع زين، ومن ناية هم نفس الحاله، فد اصبعتين احسن اصبعتين، انا اصلا مطي عرض اصبعتين، هاي اصبعتين راح تكون جوا زين. الظهر والامام سويه، من بعد ما اكملها راح ادير على الكسرات دانتيل، الظهر والامام سويه تمام. هسه راح اكمل الكسرات، راح اشوفكم شلون ونرجع وياكم زين. بس راح ابطن خلاص التبطيني واشوفكم الدانتيل وها كله راح اسوي وياكم على التصوير. بنات حبايبي، هسه راح اسوي وياكم اللاصق ابو الوجهين طبعا والدانتيل تمام. خلي هيك ندير حتى يصير مركز فقط عليهم. باعوا بنات، نزلت هذا عدل مثل ما قاعد تشوفون، وراح ابلش الزق. شلون راح الزق؟ هاي هيك لازم اسوي باعي، يعني تحاولين باللاصق ابو الوجهين تسوينها. بس شنو اول بدايه نضرب رؤوتي على مود تترف ويانا الدانتيل، ومن بعدها نشتغل. شوفوا شلون انكبست عدج، هسه هالشكل هذا عندي كبست تمام. انا شاريدها اريدها تنزل هنا شويه هالشكل، هذا النص مالتنا. ايش راح اسوي باعوا بنات؟ هذا الحد اللي انا رايته مو ماي نازل هالشكل باي هيج. باي سويت هاي من هذا الحد، طويتها بهالشكل هذا باي، قاعد يبين ما قاعد يبين. بنات غيرت لكم زاوية التصوير باعوا، سكتوا معادين انا استديو وتصوير وكذا. المهم باع بنات، هذا مو هيك عدل، هاي مثلا انا رايدتها اللي جاء، اخلي ايدي بهالشكل هاي واطوي الدانتيل بهالشكل، يصير على شكل مثلث باعيلي زين. انا شوية اريد اصعد، لان هي بس هاي المساحة اللي تريدها. دزيت لي صورة، فانا قاعد امشي على نفس نمط الصورة. بعد ترى اللاصق ما مخليه باعي، ارجع اطويها بهالشكل هاي. احنا مجرد ما صارت بهالشكل زاوية، بس ارجع هيك اطويها عندي راح تطلع نفس المثلث بايله زين. خلص همينا بالاوتي، هسه بعد نثبت، لان خاف يخرب هذا الشغل مالتنا كليته، لان لازم شي ورا شي ابدي الزق بيه. هذا فائدة اللاصق ابو الوجهين، يجيب لك اياها عدل ما تحتاجين.
تستخدمي ابيض اسود، هما نخليه يبين ان شاء الله. نكمل الصفحة الثانية. ناخذ بعد ماي لاصق بالشكل، نكبس. ايش راح ارجع؟ راح ارجع نفس المسافة شلون تركتها هنا، هم هيجي ادورها باي، هيجي ادورها زين. دورناها، ايش راح اجي للأوتي اكشف عليه ما صارت عدله، نرجع نحاول محاولة اخرى. نستخدم اللاصق حتى نثبت، شوفي هالشكل زين. نكمل الباقي، الباقي احنا شلون راح نكمله قبل لا نخلي اللاصق، خلينا نسوي الدانتيل ما مساعدنا بيها واجد. راح اسوي بهالشكل هذا باي، عدلته هاي المثلثة راح تنضم هيجي جوا اظن. شوفوا شلون هيجي كفيته ضميتها جوا، هي مو طلعت بهالشكل هذا، انا ايش سويت؟ كفيتها هيج وخليتها كبستها يعني. انا شريت اريد يصير عندي زاويه نفس هذه بهالشكل هذا، صحيح صارت عندي زاويه نفس الصفحه الثانيه. كيف ستعدي؟ اجي بعد باللاصق اثبت. يمي وقع المقص بهالشكل، باهم اخلي المسافات ايش قد هنا انا مخليتها هنا نفس المسافات احددها. تقدرون تستخدمون شو اسمه البريسن، بس انا ما استخدمت البريسن. هالشكل عندنا خلاص الصدر زين بنات. الظهر احنا نعرف بعد بس ابطانه ورطانه هم سويته زين. هذا اللي بقى عندنا، هسه راح نشوفكم البقيه مالته. بنات بالنسبه لحفره الردن راح احفرها هسه قدامكم قبل لا نبلش نخيط احسن. ضاعوا بنات، ايش قد عندنا قياس حفره الردن؟ عندنا قياس حفره الردن 33 تمام. احنا شو نسوي؟ احنا هاي الثلاثة وثلاثين نخليها، نخليها 34 يعني عندي سنتيم راح يروح بالخياط بهالشكل هذا. نبدي نرسم ستيتش بهالشكل هذا زين. خلصنا من هذي. هسه شنو عندنا؟ الردن من جوا طبعا انا هذا البنص قصيته. ليش قصيته؟ تدرون ليش قصيته؟ لان اريد اسوي بيها فيك هيك يصير من هنا صاعده ها ومن جوا صير نازله زين. فشلون راح اسويها؟ عندي اخذت الطول مالتها ايش قد؟ 40. هاي عندي هنا 41، هي هذا السنتيم راح يروح تعديل زين. وش قد راح اصعد؟ راح اصعد من ناين. ايش قد احنا عندنا قياسه؟ بس دقيقه حبايبي، عندها النص اللي هي تريده اللي هو 36 تمام، وعدي منك يعني هو الطول 40 يعني صعدت مننا 4 سنتيم. انا راح اسويها 5 سنتيم وانزل بهالشكل هذا اهو هالشكل زين. مثلثة يعني نزلت بهالشكل هيك مثلث.
راح اجي شنو اريد اقلل شوية من عرض الردان لان هواي عريضة هيك انزل باعو يعني باش راح ارسمها باعو علي. شوفوا هسه هي من تشوفوها قاعد تطلع واضحة. شوفوا شوفوا الردي من انا شلون هيك نازلة. انا شكد راح اقلل المساحة يعني ما تريدها هي كلش بيها بوز من جوا. فاش راح اسويها؟ راح اسويها قياس 22. ايش راح اسوي هيك بهالشكل هذا اخسر الردان ومن هنا انهيه. بسم الله القياس مالتنا هو هذا موجود عندنا اهي. ايش راح اسوي؟ راح اخيط هذا بالوسط واكف هاي بطاني، هاي اسويها بطاني يعني شريط واقلبه، ما راح اسوي شو اسمه اوفر لوشي، شريط واقلبه، واذا تردين القلب يصير لقدام فوق الدانتي العادي. باعوا بنات راح اسوي لها بطانه، هاي عندي قطعه ها راح اسويها بطانه بهالشكل. ها شوفوا تركت اصبعتين حتى ارجع اقلبها بهالشكل. زين هذا نعرفله ايش قد ما اريده هواي، اريده بهالشكل هذا قد اصبع وشويه يعني قد سنتيمين. زين لان هذا راح اقلبه وراح اخليه على الوجه واخلي عليه الدانتيل. شوفوا بناتي اما اخلي هذا الدانتيل ها يا اما اخلي هذا الدانتيل الرفيع، بعد احنا راح نشوف ايش راح يصير لي. يلا بنات نبدي بالخيط. تمام اول بداية طبعا انا بدلت البكرة نعرف اخر شيء الريدن. بس احنا شو نريد؟ نريد نكمل طبعا هاي الريدن دقيتها اوفر بالنص لان شو اسمه مفتوحة وانا فتحتها. ليش فتحتها؟ على مود المثلث البنص يطلع مرتب، لهذا فتحتها. نبدي نخيط بسم الله. بنات هاي المطوية ارجع عليها بالفراغ حتى بعد ما تبين. زين نعم عندي كبسة ارجع عليها بالفراغ حتى ما تبين. زين لان هو الدانتير سفيفة عدلة فاني من طويته صارت بيه كبسات، فعادي هاي الكبسات نرجع عليها بالخياط لي فوق تروح. تمام شوفوا هسه هاي باعي شلون هيجي مبينة. ايش راح اسوي؟ هيجي ارجع عليها بالابر يعني نموت على مكانه حتى ما تبين. خلصنا هاي الصفحة نرجع على الصفحة الثانية. نرجع من المنتصف خلصنا كل شيء. هسه ناخذ الخيط ايش راح اسوي هسه؟
باع انه هذا الامام، هاي القصة مالت الامام بهي شكلها. راح ابدي شوفوا بنات هيجي اطبقها. اول بداية راح اثبت، بسم الله الرحمن الرحيم ثبتنا. نجي هاي اريد كليه تنكسرها على هاي الصفحة، تمام؟ هيج قول بسم الله نبدي نكسر. عشان اوازن بالكسرات اخلي المسافات متساوية وابدي اكسر. ترى ما اخذ هواي، مجرد هيك اصبعتين في سبيل انه انا اسويها كسرات. باعوا بنات، شوفوا شلون صارت. نروح للصفحة الثانية هم. طبعا انا ما اسيطر بس الصفحة، بس هذه الصفحة. شوفوا ابدي من نقطة الصفر، ما اخذ، ابدي من نقطة الصفر. شوفي من الحافة بس ثبتت. ايش راح اسوي؟ راح اكسر هذا، لان انا تمام قلبتها صارت عكس الشيء. شوفي باع منين بديت؟ بديت من نقطة الصفر ونهيت. باع بنات 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 باع باع. شلون صارت كسراتها حلوة. بس انا ايش عندي؟ عندي لازم اخلي دانتيل هناي على الحافة، زين؟ فاني راح اخلي هذا الدانتيل بهالشكل. هذا هاي طبعا من ناحية اطويها بهالشكل، اخيطي وابدي اثبته بهالشكل هذا، زين؟ هاي تردين الظهر والامام كيفش. انا راح اشوف تاع الدانتيل كيف راح اسوي ظهر وامام. هاي الصفحة وهذيك الصفحة نفس الشيء، بس شنو اوازن يعني كون كلش وياها بالبداية. راح اخلص اكويها وابدي اثبتها بهالشكل هذا. شوفوا انا مبين ولا لا؟ اي زين. وهاي الصفحة الثانية هم كذلك نفس الشيء. هو يقول كذلك، ترى انا بطبيعتي هيك اقول. همي انا بهالشكل هذا، زين؟ بس شنو اللي اريده من عندكم بنات؟ من تخلون الدانتيل كون تقيسون نفس المسافات بالضبط. خاف انت ماخذه هنا زياده بالخياط وما تدرين بنفسك، ها؟ وراح تصير عندك المساحه اكبر، فانت تحاولين القياس الدانتيل اللي تخلينه هنا يصير هنا نفس الشيء حتى تتوازن عندك. زين نروح نكمل الظهر. الظهر باعوا بنات، انا سويت بطانه الظهر هاي، شوفوها هيجي، زين؟ ايش راح اجي رايك نسوي الكسرات حتى نربط الجوانب؟ هيجي اعدلها واخلي هاي القصة هيجي تجي عدلة عند بعضها. اي وين نقطة الصفر؟ هاي بالبداية. اوقف بس ارجع عليها رجعة واحدة واتوقف.
مع بعض بنات الكثرات، نرجع على الثانية هم أرجع أطبقها الطبقة هذه كشكل. نبدأ من نقطة الصفر، تاخذون هو ترى هي نص اصبع يعني، بس مجرد تربطين الصفحتين هذي. فهذا حد القماش يعني، بعد عندي صوت صفحت. راح ادق هنا اوفر زين حتى نخيط هنا بعد. باعوا بنات، طبعا دقيت اوفر وخيطته مثل ما قاعد تشوفون، باعوا بهالشكل هذا. خيطته من جوا ورجعت عليه اخياط من فوق، باعوا. راح اجي راح اتاكد من المساحه اللي بقيت لهنا يشقيت للنص 10 سنتي، ومن هنا هم لازم 10 سنتي هذا الحد. تمام، هاي يشقيت تاخذ لي هاي من هنا للصفحة الثانية 10 سنتي، هاي 10 وهاي 10 يعني 20. اشوف يشقيت هنا الدانتين راح استهلك 21 سنتيم. نجيب شكل، نجيب 22 مثلا. طبقته هاي باعتبار طبقة هاي 21، ارجع اطبقها هيج حتى اطلع مالت الصفحتين. نبلش نخيط، نبلش من البداية، أمشي كلش على الخط بحيث الخط أخفيه مات الكثرات. واعر بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا أول صفحة، نجي للصفحة الثانية. نجي للصفحة الثانية، إحنا هم بنغسلها نفس الشيء. تصوير مش بعد. هم أطوي طوية صغيرة. أريد أخفي الخياط زين، يعني فوق الخط مالت الخياط مباشرة. ايش نسوي؟ نعدلها في الشكل هذا.
كمل عندنا هو والكترات معدل تمام. زين احنا تشريد بعد نبدي نشوف الظهر. ينقع عندي هذا دانتين راح اخليه للظهر بنفس الطريقة بالضبط. زين بنات حبايب يلا تعالوا نسوي هاي الردن. شوفوا ايش قد حلوة الجنة. يلا تعالوا نسويها باي نسويها بعد نسويها هيج تصميم الردان باي هيج السر. يعني هاي سادة وهذه ناسلة وهي. يلا خلينا نسويها. طبعا انا هذا داقيته اوفر نجي من بعدها نفتحها. نجي هذه هي القطانة اللي قلت لكم عليها. شوفوا نفتحها بهالشكل هذا نبدي نبطنها تمام. هذا الفيديو مفتوح ايه ماشي. شو اسوي صفحة المثلث اسويها ركن. انا رايدة اسوي لي زاوية ايش اسوي هاي الزاوية بعد بس هنا تنقلب عدي بهاي الشكل جهزت بعد اخيط السوتاج مالتي. شوفوا بنات هيك اطويها على شكل مثلث بهالشكل هذا. بالمناسبة بينها طبعا انا صفحتين اخيطها مو صفحة واحدة. يعني رغم ما هو سوتاج رفيع ما اخيط فقط بالوسط لا. خلصت عندي بقى الدانتيل هاي 19 سنتيم. ايش راح اسوي؟ اشوف الوسط مالتها اللي هي هاي هيجي هذا الوسط الفوق اسويها بهالشكل هذا هيجي. واو بنات هيج اسويها نوب بهالشكل هيج. يعني رزم الوسط اسويها من نوع من نوع. وهاي الدورة سويتها فوق بهالشكل صارت عندي وردة. هي هسا تقريبا باغلب ملابس الحاضر قاعد يسويها
خلي اتأكد من الوردة نفس القياس لو لا. شوفوا بنات خلصت عدي، هسه بعد راح اربط الجوانب وراح اشوفكم اياها اخر شيء. تمام خلص الفيديو، يلا انتظروني من بعد عليك اعمل كمان. وهذا الموديل كمل مثل ما قاعد تشوفون، شوف الجمال، شوف الردن شلون صارت من فوق هيك صاعدة ومن جوا نازلة كلش حلوة. طبعا بالعافية على اللي راح تلبسها، الف عافية. شوف الحاشية مالتها تجنن صارت، هذه الكسرات صارت طبعا دانتيل وراي وقدام همين على الخصر، الف عافية. ان شاء الله بنات فهمتوا، وباي باي.